معقول بعد نص جدول عمل؟ اسمح لي تعطيني كلام ما بقي تعطيني حد صلت لك اسمح لي دخل اعطيني اطلب نقطة في دار اعطيني نقطة في دار شنو هو؟ احترم انت راسك انت هو الاول لازم يطلب نقطة في دار اعطيها له انت الاول خاصك تطلب واحد طلب نقطة في دار اعطيني اني وجاوب اللي عندك جدول اعمال الاعمال اعطيني في نصه والله يجازيك بخير شوف هذا التصرف وكلام كلام صلت لي راك بديت لنا النهار الاول اللي سوى لك على الاستدعاء قلت لنا سير وسووا لنا الدائره احنا مانا جايين بوليس قال لك سير وسووا لنا الدائره تكلم كلام صالح ما تقول كلام نادي تكلم كلام صالح احترم انت راسك ونقول هذا ونادي احترم راسك احترم راسك الله يبارك فيك تجاوب مع هذا الزوين هذا هما اللي تنافسوا تم انتم تكلموا خرج راسك خرج راسك اللي تكلم يتكلم فوق تكلم فوق خرج راسه واحد يرد واحد كلامه والله يجازيك الناس خلي راسك الله يرحمك خلي راسك